السلام عليكم باشمهندس عمر، وعليكم السلام، ازيك يا سيد الفاضل؟ يكرمك ازي حضرتك، ربنا يكرمك، ربنا يخليك، توفيق ان شاء الله الله يكرمك لان انت يا ماتش رب. واخدين المحاضره ان شاء الله، تسلم يا استاذ، الله يكرمك. نخلص المحاضره ونتفرج على الماتش. انت اهلاوي اكيد. لا انا ماليش في الكوره والله، بس اتفرج وخلاص مش مشكله. تمام، ان شاء الله. الله يكرمك. ممكن حضرتك تعمل شير سكرين؟ ثواني بس عشان عندي مشكلة رخمة. مشكلة يعني الماوس مش راضي يظهر، مش عارف اعمل معاه ايه عشان يظهر الماوس. مش راضي يظهر الماوس مش راضي يظهر. اوكي المؤشر بتاع الماوس مش راضي يظهر. ان شاء الله نلاقي له حل قبل ما يبدأ المحاضرة. هو بيتحرك كل حاجة بس شكل المؤشر ما بيظهرش. طيب خلينا نخش كده على كنترول بانل ماوس. ممكن تكون بسبب ايه؟ ممكن تكون بسبب ايه؟ باشمهندس عمر، ممكن حضرتك تخرج من زوم وتدخل تاني؟ هي مش عارف زوم، انا ممكن اعمل ستارت احسن. تمام تمام ماشي، مفيش أي مشكلة، نعمل ستارت انتظار ثواني كده. حضرتك. سمر السلام عليكم. الصوت كده واضح؟ الو السلام عليكم. عذرا عليكم السلام، للميكروفون. واضح جدا يا باشمهندس. بالنسبة لي يا ريت لو الصوت واضح عند الناس يضغطوا رقم واحد في الشات. تمام جدا. تمام ان شاء الله هنبدأ كمان 3 دقايق اول ما باشمهندس محمد اشرف يدينا. عليكم السلام أستاذنا مهندس أحمد أبو العنين. إن شاء الله هيشرفنا محاضرة قريب في الـ Value Engineering، فجزاه الله كل خير.
السلام عليكم بس اختار كده. مهندس عمر، حضرتك جاهز؟ جاهز ان شاء الله. تمام. السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله النهارده المحاضره مع مهندس عمر سليم، مؤسس مقربي وأوبن مانجر يعني، واستاذي الفاضل. ان شاء الله هنستفيد منها جميعا، وهي بعنوان هاو تو يوز لوميون. باشمهندس عمر، اتمنى لحضرتك كل التوفيق، اتفضل. جزاكم الله كل خير. النهارده ان شاء الله هنتكلم على برنامج من اقوى البرامج في عمل الرندر واسهلها. يعني يجمع بين القوه وبين السهوله. تمام؟ مش محمد معلش خليني بسكوز خليني عادي. تمام؟ عشان بس اعرف اركز. طيب البرنامج ده يجمع بين القوه، قوي جدا وفي نفس الوقت سهل جدا. قوي بشكل يعني ايه؟ ان انت تقدر تعمل رندر بشكل احترافي والناس كلها تبقى عاجبها الحاجه، حاسه ان ده 3 دي ماكس، ده مايا وهكذا. وفي نفس الوقت اسلوب سهل جدا، وفي حاجات لو احنا حاولنا نعملها في البرامج العاديه بتاخد مننا جهد كتير. تمام؟ انما لما بنعملها في برنامج اليوم مجرد بس ان انت بتحطها بس كده دراج اند دروب زي ما نشوف مع بعض. انا يعني مثلا انا بعمل بشغل للشركه حاجات داخل يعني تبع كاس العالم، انت عارفين كاس العالم 2022 في قطر، ففي حاجات كتيره جدا بنعملها. تمام؟ بالبرنامج دوت. وفي نفس الوقت ابني لسه عنده 4 سنين عجبال البرنامج، في اي وقت انا عايز اشتغل على البرنامج دوت بدل ما اشتغل على اللعبه اشتغل على اليوم. طيب اليوم بيعمل ايه؟ بيعمل رندر. فمش هو اللي هيعمل لك الموديل، الموديل زي دوت مثلا ده انت بتعمله بالسكتش اب، بتعمله بالريفيت، بتعمله بالاركيكاد، بالاوتوكاد، بالراينو، بالفيكتور ووركس، بالبريكس كاد، وده من البرامج المشهوره بس لسه ما خدش حقه، البرامج الحلوه يعني القويه. تمام؟ وهكذا. طيب لو انا ما عنديش يعني انا شغال على برنامج غير دول، مجرد بس ان انت تسيف بالامتداد اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي خلاص البرنامج اشتغل. يعني هو البرنامج معتمد ان هو بياخد امتداد معين ايا كان السوفت وير اللي انت شغلت بيه، بس هو فيه بلاجن خاص بالبرامج دي. على سبيل المثال مثلا برنامج الريفت، لو انا جيت انا هنا مسطب مثلا 3 برامج، وان شاء الله الثلاث دول يعني هشرحهم كل يوم برنامج فيهم مركز على واحد فيهم، برنامج اليون وبرنامج انسكيب وبرنامج التوين موشن. لو انت عايز نصيحتي التوين موشن مجاني، فانت كده خرجت من مشكله الشراء والكراك والحاجات دي كلها. برنامج اليوم اللي احنا هنشرحه دلوقتي وهتشوفه قوي جدا وحاجه فوق الخيال، وانسكيب، والثلاثه بتقدر من خلالهم بسهوله جدا تعمل فيرتشوال رياليتي، ان انت تلبس نظاره وتبقى شايف كل حاجه حوالين المبنى. طيب خلينا نروح مثلا لليون لان هو اللي هنتكلم عنه النهارده. طيب انا كل اللي انا اعمله ان انا بقف على مشهد 3 دي ببدا اجهزه. يعني ممكن ما تكونش انت عايز الحاجات ديت خلاص بتعمل لها اخفاء، ممكن تروح عامل مثلا سيكشن بوكس مثلا هنا بحيث ان انت ما تشوفش. طيب السيكشن بوكس مش موجود، نخش بقى في حاجات في الريفت. سيكشن بوكس موجود هنا او متعلم عليه، يبقى هو غالبا مخفي بسبب اللي هي النضاره. ممكن نعمل ريفال تمام ونعلم على السكشن بوكس ونقول له ان هايت. تمام؟ وبعد كده تقدر تاخد السكشن بوكس بتاعك مظبوط وتروح مصدر للبرنامج. طيب انا هقول له خلاص احنا مش عايزين دوت، ونقدر هنا من السكشن بوكس تتحكم في الجزء اللي انت محتاجه. وبعد كده هتقول له انا عايز اعمل اكسبورت، فبيقول لك انت الانترسكشن بتاعتك اي نقطه، لا اما سيرفي بوينت اللي هي الترو نورث، لا اما البيس بوينت. انا هشتغل بالبيس بوينت. طيب السموثنج انت عايزها هاي ولا نورمال ولا لو، التكتشر عايزها معاك ولا لا، لو في لود عايزها ولا لا. فانا اقول له انا عايز اعمل اكسبورت بالشكل دوت، وتدي له الاسم اللي انت عايزه والامتداد اللي هو الدي اي اي. يعني اي برنامج من برامج الرسم الهندسي تسيف دي اي اي هيقراها ويشتغل بدون مشاكل. ده مشروع مطار مالناش دعوه بيه دلوقتي عشان يعني ما ينفعش يظهر. طيب كده انا عملت ايه؟ صدرت اللوحه ديت لبرنامج اليومن، مجرد ان انا سيفته على امتداد دي اي اي خلاص هيخش على البرنامج ويشتغل بدون اي مشاكل خالص. تمام؟ هو كده خلاص خلص التصدير ما خدش ثواني. مجرد تروح بقى لليومن ونبدا نشوف القايمه دي واحده واحده مع بعض. خلينا دلوقتي مثلا هقول له نيو. نيو يبقى هيفتح لي مشروع جديد، فبيقول لي انت عايز انهي واحده من دول، وكل واحده من دول تقدر تعدل فيها لحد ما توصل للحاجه الثانيه. يعني تقدر ترسم دي ودي ودي وهكذا. طيب خلينا نبدا مثلا بالشكل دوت.
اللي هو منطقة مثلا بين الجبال، هتدوس عليها هيبدأ يفتح وتعمل انسيرت ليه الشكل بتاعك. ميزة البرنامج دوت ان هو منظم جدا، فما بتوهش في الحاجة اللي انت عايزها، ما فيش اوامر قديمة. يعني في بعض البرامج ايه، نزل امر جديد بيحتفظ بالجديد والقديم فتلاقي نفسك تايه. لا، هو انا منظم جدا، الاوامر القديمة اللي بتاخد وقت خلاص اتلغت وبيركز على الاوامر الجديدة. طيب كل اللي انا اعمله ان انا هقول له امبورت نيو موديل، تمام، وهنشرح كل القوائم دي باذن الله. امبورت نيو موديل، وابدا اختار الشكل اللي احنا عملناه واقول له اوبن، فيبدا يقول لك بقى طب الشكل ده هتسميه بالاسم دوت، طب هتحطه في انهي فولدر. تبدا تختار للتنظيم، يعني تقدر تعمل نيو كاتيجوري فولدر، الفكره كلها في التنظيم الشغل بتاعك. طيب لو في انيميشن في الشكل دوت، عايز الانيميشن ولا لا؟ ما عندناش انيميشن. طب لو في ايدج ولاين عايزها ولا مش عايزها؟ اون اوف. زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا، الموضوع انت بتشتغل كانك شغال في لعبه، فبرنامج تحفه خالص. كل اللي انت بتعمله بقى بتبدا تحط النقطه اللي انت عايزها اهوت، تمام، ودي اشكال موجوده من قبل كده، تقدر مجرد تختار وتدوس هيجي معاك الحاجه بالشكل ده. طيب بعد كده ممكن تقول له مثلا عايز اعمل موف سيلكت الحاجه وتبدا تتحرك. طيب انا هتحرك ازاي؟ ممكن بالماوس، تمام، الزر الايمن يخليك وانت واقف في مكانك بتلف حواليك. طيب عايز تقرب هتدوس حرف ال W، ودي موجودة في أغلب الألعاب، تمام، أو دوس شيفت مع W هتمشي بسرعة، أو البكرة البكرة اللي في النص، تمام، الماوس بتاعت الماوس، حرف ال Q تطلع وال E تنزل. كل الزرار دي الناس اللي هي شغالة ألعاب عارفة دي الزرار الافتراضية اللي موجودة. طيب أنا دلوقتي مثلا أهو موجودة بالشكل دوت، وعايز مثلا خلينا ناخدهم واحده واحده. يعني لو جينا نبص هنا دي اوبجكت، تبدا تحط بقى العناصر اللي انت عايزها. يعني ممكن تقول له انا عايز احط عناصر اللي هي موجوده في الطبيعه، مجرد تحدد الشكل اللي هو بليس، تمام، وتبدا تقول له مثلا انا عايز اشجار، هديك انواع كتيره من الاشجار والازهار يعني حاجات شكلها حلو جدا، في صخور مثلا، تبدا تحدد الاشجار اهيت، مجرد ان انت تحطها بيظبط لك حاجات كتيره جدا، بيظبط لك الظلال اللي موجوده، تمام، ونقدر نحط صوت للعصافير اللي موجوده في الشجر، تمام، فحاجه تحفه جدا. ولاحظ ان هو في الريال تايم، يعني ما بتعملش حاجه، ويعني في برامج بتبدا انت تشتغل بيديك خطوط كده وما يدكش القوه بتاعت الريندر، ما تبقاش شايف حاجه غير وانت بتعمل الريندر، تبدا تلاقي الحاجات مجسمه عندك. انما هنا لا، وانت بتشتغل بتشوف الحاجه زي ما هتحصل في النتيجه النهائيه، كانك انت في البيئه بتاعت الريندر، تمام. البرنامج ده مساحته تقريبا 20 جيجا تقريبا، يعني بس في مكتبه حلوه جدا. ممكن تقول مثلا انا عايز حاجه بقى فيها ديتيل اكتر، فتختار مثلا حاجه بالشكل دوت. لو حاجه عجبتك ممكن تدوس هنا فتختار انها تبقى موجوده في المفضله، بحيث لما تيجي هنا تلاقي الحاجه اللي انت بتحب تشتغل عليها، ما تقعدش تدور عليها. نحط مثلا الشجره ديت، فهو في مكتبه كويسه جدا. لو انت عايز تحط اشخاص، والاشخاص دول تقدر تدي لهم حركه، يعني انا مثلا اخترت الشخص دوت حطيته هنا، هنشوف من ضمن الادوات ان انا اقدر ادي له حركه بحيث ان هو يتمشى، بحيث وانا بعمل الفيديو الاقي الناس بتتمشى، الاقي العربيات بتتحرك وهكذا. تلاقي عندك مثلا في سمك لو انت عندك حاجه معينه. طيب خلينا نشوف الطيور مثلا، تمام، مجرد ان انت مثلا اخترت حاجه زي كده او طائر زي دوت، تمام، وبدات تحطه هنا، حصل ايه؟ حصل له حركه على طول، يعني هو ما نزلش وسيبت في مكانه، لا ده بدا يتحرك اهو، شايفين الحمام او البط اللي بيطير، تمام. كل دول طبعا بتقدر تظبط الارتفاع بتاعهم، تقدر تعمل عليه سيلكت مثلا على اي واحد من دول وتبدا تحركه من مكانه مثلا اهو، تمام. تقدر تديله خصائص، يعني ممكن تحدد مثلا الراجل دوت تقدر تنقله، تقدر تغير الارتفاع بتاعه، تقدر تعمل له موف هورزنتال وهكذا. ففي شويه امكانيات كويسه جدا، ممكن تقول له طيب انت غير في الاكس والواي والزد فيتحرك معاك في المكان اللي انت عايزه. هتلاقي عندك بعض المؤثرات، المؤثرات دي حاجه لذيذه جدا، تقول له مثلا عايز تضيف مؤثر مثلا بتاع نافوره. تخيل، بص انت مجرد حطيتها بدات تجيب لك ميه والحاجات دي كلها. بتبقى مبهرة جدا، بالذات مثلا في المشاريع الحقيقية والمشاريع التخرج والحاجات دي كلها، تقدر تختار نافورة. أنا مثلا في مول قطر اخترت مثلا الشلال دوت، كان عندنا في المدخل أول ما تدخل بيبقى فيه زي حاجة بالشكل دوت، خلينا مثلا نحطها هنا.
واول ما تحطها تقدر تدخل في الخصائص بتاعتها وتعدل فيها زي ما انت عايز، يعني تقدر تكبرها تصغرها، مش مجرد حطيتها وسبتها، لا تقدر تحط مثلا الفوره دي هنا، وتقدر بعد كده تيجي تعمل اللي عليها سيلكت. تمام، اهي عملت سيلكت على ديت، فيبدا بقى يجيب لك السايز بتاعتها، تقدر تكبرها، تقدر البريشر بتاعها، وهكذا. اكسترا كلر تبدا يزود لك الوان مثلا معينه فيها. تمام، طيب من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها برضو موضوع التنظيم. يعني ايه تنظيم؟ ساعات الواحد بيبقى الجهاز بتاعه بطيء، فعشان الجهاز ما يبطئش معاك اعتمد على موضوع الليارات. شايف موضوع الليارات ديت؟ الليارات دي زي ما احنا متعودين في الاوتوكاد وفي الريفت وفي كل حاجه، في الليارات. لو دوست هنا يبدا يخفي لك اللاير، الحاجات الموجوده على اللاير ديت. تمام، اه يعني وانت طب انت تختارها منين؟ اهي ده مثلا النافوره دي محطوطه على لاير واحد، ممكن تعمل سيلكت تحطها مثلا على لاير اربعه، خلاص يبقى انت نقلت دي على لاير اربعه. فلو جيت هنا وطفيت لاير اربعه خلاص النافوره دي اختفت، بحيث لو انا مثلا شغال في جزء معين والجزء التاني مش محتاجه بس بيدخل معايا في الرامات اقدر اتحكم واقفله. الله يكرمك، شكرا جزيلا. تمام، فالبرنامج فعلا فيه قوه كبيره جدا. يعني الناس انا شغال عليه مثلا من 2008، بس كنا بنطلع الشغل ناس تقول لك ايه ده انت اكيد قعدت فيه سنه سنتين، بينما انت ممكن ما تكونش قعدت في 5 دقائق. يعني زي ما انت شفت احنا بنضيف طائر ويقعد يلف حوض السباحه، بنقعد نضيف شويه سمك، مجرد بس كليك كده تخلص. تمام، عندي حاجات خاصه بالانتريور، مكتبه قويه جدا بالانتريور، وفي حيل بعد كده احنا بنشوفها مع بعض تبقى لذيذه ان شاء الله. الوقت يسيع ونبدا نشوف افكار حلوه. مجرد ان انت تقول له بليس وتختار حاجه من الحاجات ديت، يعني حاجات صغيره جدا تحط على الترابيزه تلاقيها، وعندك مثلا ممكن تحط سيلينج فان مثلا، وكل حاجه تقدر تديها حركه، وتقدر تعمل مؤثرات سينمائيه، وفي حاجات خاصه بالذات للناس اللي بتحب التصوير وانواع العدسات والحاجات دي موجوده بشكل قوي جدا. تمام، زي ما هنشوف ان شاء الله مع بعض. في حاجات خارجيه مثلا او الدور، تمام، بتلاقي مكتبه هيك كبيره جدا، ممكن مثلا تلاقي حاجات خاصه باللايتنج، هتبدا تختار مثلا حاجه زي كده وتقول له انا عايز احط مثلا ديت. خلينا نشوف مثلا الحاله بتاعت اللايتنج مثلا. طيب انت حطيت اللايتنج، طيب هنشوف دلوقتي هنخلي الجو كله بالليل وازاي نخلي فيه انارة. تمام، طيب خلينا نخش كده في الوزر ونرجع تاني اللي احنا كنا فيه. لو انا حركت بس المؤشر كده يا بقى الدنيا بالليل، تصور الموضوع سهل جدا. تمام اهو، فانت بقى تقدر تيجي هنا وتقدر تغير في اتجاه الشمس بحيث مثلا الجزء اللي انت عايزه. تمام، تقدر تتحكم في السحب. لو احنا بصينا كده لفوق، انا بدوس بزر الايم عشان اطلع فوق وببدا اكتر السحب او اقللها بالشكل دوت، وكذلك الشمس تقدر تزود فيها وتقلل وتتحكم فيها. ودي الحاجات البسيطه جدا، في جوه البرنامج حاجات تفصيلات اكتر لموضوع الشمس دوت، تقدر تعمل دراسه للشمس شهر ديسمبر لمده 10 سنين وهكذا. تمام، هنا تقدر تختار الشمس الحقيقيه، تقدر دي صور بصور حقيقيه وانت بقى بتختار، فهو اوتوماتيك بيظبط لك كل حاجه. يعني لو قلت له مورنينج في الصباح يبدا يجيب لك، طب انا عايز اشوفها بالليل ايفنينج. تمام، فيبدا يجيب لك الهيئه كلها وحاجات حقيقيه. تمام، طيب انا هلغي ديت وانزل بس كده سنه صغيره. تمام، وبعد كده هبقى اخليها بالليل خالص. طيب انا جيت هنا، تمام، انا مش شايف اصلا الحاجه اللي انا عايز اعملها. طيب هطلع كده اخلي فيه شويه نور. وهنشوف ازاي الحقيقه لو انا الجهاز بتاعي بطيء اقدر اخلي جهازي يبقى سريع. تمام، طيب حد يفكرني بس. طيب انا هاجي هنا مثلا، انا عايز اضيف ايه؟ عايز اضيف اناره، فهاجي هنا عند اللايتنج بلاقي حاجات كثيره بالشكل دوت، ممكن تختار اي واحده فيهم وتبدا تحطها. لو انت حطيتها هنا هي تتحط على الارض، لا انا عايز احطها هنا كده، واقعيه جامده جدا ان هي فعلا هي دي اللي بتنتشر الضوء. طب انا عايز الضوء يبقى مختلف شويه، يصغر او يكبر او كده، تعمل سيلكت وتيجي هنا تختار بقى البريتنس، عايز يكبر بالشكل دوت، لا ده كده بشكل وحش. التاثير بتاعها بينتشر ازاي اهو، الكون انجل بتاعتها. طب شو لايت سورس، النقطه بتاعت السورس دي ممكن تقول اون او اوف. تمام، النايت اكتف تبدا تقول مثلا اوكي، يعني تشتغل بالليل وبالنهار تتقفل. تمام، او راندوم. الشادو
هل انت عايز الشادو بيعملها بشكل متوسط؟ ممكن تقول له لا هواي او دايناميك وهكذا. خلينا نيجي هنا ونخليها بالليل، فبدأت الإنارة بتاعتها تبقى شغالة تمام. طبعا احنا بنحط بقى إنارات تانية هنا بحيث انها ايه تبقى موزونة شوية، ما تبقاش عتمة أوي كده. طيب ممكن نضيف حاجة جميلة؟ اه ممكن نضيف حاجة جميلة، ما نضيفش حاجة جميلة اللي احنا صغيرين. طيب خليني اطبق كده، بس هي الفكرة كلها ان انت بتربط كذا عنصر مع بعض بحيث يدي واقعية. في بعض الحيل كده بسيطة بتفرق بين حد بيعمل ريندر وواحد مثلا ايه فاهم هو بيعمل ايه. ممكن تيجي هنا مثلا في الساوند وتقول انا عايز اضيف ساوند. دي من ضمن الحاجات الغبية في البرنامج انا بسميها كده، ان انت ما تقدرش تعرف هو ايه غير لما تقف عليها تمام. فانت لازم بقى ايه تبقى حافظ الصوت بتاعتها. ده مثلا حمام سباحة، او انت تقعد تغير الاسامي بقى زي ما انت عايز. طيب انا اصلا عايز الحاجات الطبيعيه بتاعت تمام. طيب فورست. طيب انا اخترت مثلا الغابه دي. طب ايه الحاجات اللي ظهرت دي كلها؟ انا اعمل سيلكت كده واقول له هنا، هيقول لي ده مرتبط بالصوت، عايز ازود الصوت. في دوريه صغيره لما بقرب منها بيبقى صوت عالي جدا زي ما انتم شايفين. انا كده بره الدايره الصغيره، ممكن اكون موجود في الدايره الكبيره. الدايره الكبيره ممكن تتحكم فيها. طيب انا هصغرها شويه تمام. لو انت بعيد انت في مكان تاني خالص مش سامع الصوت، بس وانت ماشي قربت من مصدر الصوت. سامعين الصوت تمام؟ كل ما تقرب من مركز الصوت من الحديقه تبدا تسمع الصوت. طيب الناس اللي هناك دول عايزين نسمع لهم صوت، برضه تيجي هنا وتبدا تحط لهم صوت من الساوند هنا، تقول لهم انا عايز اسمع صوت بيبل اهو. يبقى انت لو قربت من الناس دول تبدا تسمع الصوت اول ما تخش جوه عندهم تمام. تعال نعمل سيلكت كده فوليوم. خش في الحديقة. طيب عندي برضو بعض الأدوات اللي هي اليوتيليتيز. اليوتيليتيز فيها حاجات كويسة جدا، زي هنا مثلا بدأ الصوت يشتغل، كان في مشكلة. عندي حاجة اسمها كليب بلان. كليب بلان ده بيفيدني في إن أنا أعمل حركة كأن المبنى بيتبني تمام. اقدر اتحكم فيه بحيث ان انا اشوف جزء من المبنى جزء جزء، واقدر اتحكم فيه ان انا ابدا اطلع فيه زي ما انا عايز تمام. خلينا نروح كده عند الناس اللي كانت واقفه دي، هتلاقي الصوت بتاعهم بدا يظهر. يمكن بس البرنامج كان معلق شويه. طيب في اليوتيليتيز ممكن تلاقي برضه حاجه خاصه بالجريد تمام. انت شايف انا بطلع وبنزل اهو، اقدر اخد كذا لقطه بحيث ان انا اوهم الناس ان الحاجه بتشتغل. ممكن اعمل جريد مثلا، ممكن اخد قط في الحاجه اللي انا عايزها تمام. ممكن اقول له لا ده انا عايز بقى اقيس مثلا، فتبدا تقيس مثلا من هنا لهنا، يبدا يقول لك الارتفاع بتاعها كام متر تمام وهكذا. ممكن اتحكم في الريفليكشن. طيب الحاجه الثانيه انا ممكن اجي هنا، خلينا نبعد بس عن الصوت. عندي حاجة هنا برضو خاصة بالماتيريال. يعني ايه الماتيريال؟ يعني اي عنصر من دول اقدر اعمل عليه سيلكت تمام. ده الازاز، ده اللي هنا، ده العنصر اللي هو بين الازاز، تعمل عليه سيلكت وتبدا تختار زي ما انت عايز. تبدا تقول له مثلا انا عايز الجزء ده يبقى ميتال، عايزه يبقى هو مقسمهم لك مثلا حاجات خاصة بالكلر، حاجات خاصة بيه. انا هبعد شوية عن الناس دول تمام. هنشوف لو احنا عايزين نلغي الصوت ده ممكن نعمل فيه ايه. طيب هنا مثلا الووتر فلو، هنا الووتر العادي، هنا العناصر بتاعت ممكن تقول له انا عايز العناصر ديت، تبدا تختار حاجات خاصه بالاوت دور، يبدا بقى يجيبها لك. حاجات خاصه بالجلاسز، حاجات خاصه بالكونكريت، بالميتال، فيجيب لك حاجات خاصه بالميتال.
وكل واحده من دول اول ما تختارها بيبدا يعمل لك التاثير هنا، وتقدر تدوس عليها مرتين، تقدر تدخل جواها، تقدر تعدل فيها كل اللي انت عايزه لحد ما توصل للحاجه اللي انت مناسبه ليك. طيب خلينا نختار ماتيريال ثانيه، مثلا الماتيريال ديت اول ما تسلك عليها بيعمل سلكت عليها كلها، وتقول له مثلا ده او الدور، وده مثلا عايزه بالشكل دوت بلاستر مثلا، يبدا يديها لون بلاستر. طب انا عايزها خشب مثلا، مجرد ان انت تختارها يبدا يطبق لك الخشب. هقول له اوكي، خلاص هو هيطبق الحاجات دي. خليني بس اجي هنا عند الصوت وابدا اعمل سيلكت على الصوت اللي انا عايزه، واقول له سيلكت ديليت كده. احنا ايه استريحنا من الصوت دوت، انا صدعت منه الصراحه. تمام. طيب ده بالنسبه للماتيريال، الماتيريال مكتبه قويه جدا من الماتيريال، تقدر تختار وتعدل الماتيريال زي ما انت عايز. تمام. لو انت جبت ماتيريال ولقيته مش هو ده اللي انت عايزه، طيب بلاقي عندي اللاندسكيب، وبلاقي عندي مثلا هنا بتحكم انا في الارتفاع بتاع الارضيه مثلا. ممكن اجي هنا اقول له مثلا انا عايز اتحكم في الهاي، فلو جيت هنا وطبعا دي فرشه بكبر الفرشه واصغرها، والسبيد بتاعتها برضو اقدر اتحكم فيها، فاقدر اكبر الفرشه هي كده، انا بخلي الارض ترتفع شويه، ممكن يكون هو ده اللي انا عايزه. ممكن اقول لا ده انا عايز اعمل انخفاض. طيب خلينا نعمل انخفاض كده، ننزل تحت شويه. طيب ممكن بعد كده اهي تقول له مثلا انا عايز اعمل فلاتر، يبدا يسويهم ببعض. طيب ثانية، كرسي صغير، كرسي عربي، كرسي عربي. تمام. طيب اللي جنب الثلاجة. تمام معلش ناسي. تمام. طيب ممكن بعد كده تقول له انا عايز اعمل سموس للحاجة، يعمل لك سموس. طيب انا عايز اضيف مثلا شوية ووتر، مية. تمام. فببدأ اقول له مثلا عايز المية هنا، وبعد كده احرك النقطة ديت لهنا بالشكل دوت. تمام. وبعد كده ممكن اقول له ان انا عايز اطلع بيها او انزل بيها زي ما انا عايز. دي هنا كده انا بتحكم في العنصر اهو، اقول له انزل بيها شويه، فخلاص كده بقى عندي زي بحيره ميه في قلب الشكل بتاعي. تمام. تقدر تتحكم في نوع الميه، ممكن تقول له مثلا عايز ميه بالشكل دوت اهي. تمام. طيب تقدر تقول له مثلا انا عايز اعمل محيط في وسط المحيط. هو هنا المحيط مديك اون واوف ليه؟ لان انت لما بتشغله بيستهلك كتير جدا في الرماد. تمام. تقدر بقى تيجي هنا وتتحكم في حركه الامواج وهكذا، تبدا تتحرك اهو باللون بتاعه يتغير، الويند دايركشن بدل ما الميه بتمشي الناحيه دي لا تمشي الناحيه دي. تمام. سرعه الريح، طبعا الريح هتاثر على السرعه بتاعت الميه، الارتفاع بتاعه طبعا دي اهم حاجه، حركه بسيطه كده تبدا تلمسك فرقت خالص. تمام. تقدر تغير اللون بتاعه، تخلي مثلا الميه بتاعتها اخضر، وتقدر تبقى عندك لونين، تدرج لون بين لونين، وممكن تدوس على شيفت عشان تتحرك بالراحه. بالشكل دوت. تمام. كلر بريست تبدا تتحكم في لون الميه بالشكل دوت. تمام. انا هقول له اوف، اقفل لي الحاجه دي. ممكن تقول له انا عايز مثلا بنت، وتبدا تختار ارسم مثلا حشائش او هرسم صخور، الحاجه اللي انت عايز ترسمها، ويبدا يحطها لك بالشكل دوت. يعمل زوم بس عشان ايه تشوف الحاجه اللي هي بتترسم مثلا اهيت دي حشائش. تمام. تقدر تقول له انا عايز مثلا الصخور ديت تغير نوعها. تمام. خلينا نغير نوع الحشائش مثلا اهو، تقدر تقول له انا عايز الحشائش مثلا من نوع دوت، فغيرها لك كلها مره واحده. تمام. وانت بقى تبدا تشوف مثلا انت عندك الجزئيه دي واخده من اي ماتيريال، تبدا تختار الماتيريال اللي انت عايزها، او ممكن تقول انا عايز اللاندسكيب كلها تتغير مره واحده، انا عايز ابقى اكون مثلا في منطقه زي كده جليديه او حاجه زي كده. تمام. فالبرنامج زي ما بقول لكم فيه شويه حاجات كويسه جدا. الحشائش نفسها تقدر تقول له اون، وتبدا بقى تقول له انا عايز اتحكم في الحشائش السايز بتاعتها قد ايه، واللايتنج قد ايه، والحاجات دي كلها. وهنا اوبن ستريت ماب، ده اوبن سورس، ان شاء الله بنحاول نعمل في الوطن العربي كله عامل زي جوجل مابس. تمام. طيب هنا اللاندسكيب جريس تقدر تتحكم فيه، البنت هنا تقدر تقول له انا عايز مثلا
نرجع للحشيشة العادية بتاعتنا. فهو في مكتبة حلوة بالشكل دوت اهي. طيب خلينا نخش الشمس، احنا شفناها زي ما انت شايف كلها حاجات سهلة وبسيطة، طبعا في قصص ويعني وتفاصيل أكتر. مش عارف في سؤال ده ليا ولا حد تاني. طيب ده هنا دي مساحة العمل لو انت شغال هنا، تمام. طيب هنا لو انت عايز تاخد صورة هنشوفها مع بعض، هنا لو انت عايز تاخد فيديو، تمام، هنا لو بانوراما اللي هو الفيرتشوال رياليتي، تمام. طيب ديت هترجع للشاشة اللي احنا شفناها في الأول خالص، تمام. طيب هنا هتلاقي عندك النيو حاجة جديدة اكزامبل، دي يعني كذا مبنى موجود بحيث تقدر تختار منهم أمثلة هنشوفهم مع بعض. هنا الكمبيوتر سبيد السرعة بتاعتك، تمام. طيب انت ممكن تلاقي السرعة بتاعتك قليلة شوية، تمام، لأي سبب من الأسباب، ممكن البروسيسور، الرامات، كارت الشاشة وهكذا. طب ايه الحل لحاجة زي كده؟ الحل بسيط، شايف الترس دوت سيتنج دوس عليها بيقول لك بقى الاعدادات بتاعتك، تمام. لو انا قلت له 100% انا عايز يعني وانا شغال اشوف الرندر النهائي اكيد الجهاز بتاعي هينتحر، هو ده مش طبيعي اصلا في البرامج بتاعتنا. في البرامج بتاعتنا تقريبا مش 25% يعني، بتشوف بس كده ايه سوليد وحاجات زي كده، ما بتشوفش حاجات في شغلك الحقيقي. فانا اعمل هنا 66، لو عملتها 100% ممكن تلاقي الارقام بدات تقل، ممكن انت تلاقي الجهاز بتاعك بطيء تعمله 50 66 100 لو انت كمبيوتر شغل وانت دايما المدير. طيب الوحدات القياس بتاعتك هتختار وحده القياس اللي انت عايزها، الايرور لو في ايرور يبدا يسجلها لك ولا لا، الريكفري انا بحب طبعا اشغل الريكفري الاحتياطي الكهرباء قطعت او حاجه زي كده، يوز لارج سيمبل دي اللي هي لما تحط مثلا تختار ان انت عايز تنزل شجره يجيب لك نماذج كبيره ولا نماذج صغيره، تمام. طيب في هاي كواليتي تري يعني الشجر اللي انت شفتوه ده وكان شكله حلو، في حاجه اسمها انيبل هاي كواليتي تري فهتشوف الشجر بجوده اعلى، بس ده طبعا هيكون على حساب الرماد، كل حاجه وليها الحساب بتاعتها، تمام. طيب ممكن تقول له ميوت ساوند، يعني انا احط الساوند زي ما انا عايز بس ما يظهرش غير وانا بعمل الفيديو، فدي من ضمن الاختيارات اللي انا لو اتحكمت فيها بشكل حلو ورجعت باك وقلت له كمبيوتر سبيد وقلت له ري ران بنش مارك، يعني اعمل البنش مارك تاني او اعمل قول لي نتيجه الحاجه بتاعتي، ممكن تلاقيها بدات تبقى احسن لو انا قللت الشغل بتاعي، تمام. هنا انا زودت فالبروسيسور بدا يقل، فاقدر اجي هنا واقول له مثلا عايز 50% ده السبب ديت، هقول له ديسيبل هاي كواليتي، تمام، واقول له 66 وارجع تقول له بقى ايه اعمل لي الرامبش هاي مارك تاني. طيب ده هنا بيعمل البنش مارك ان بروجريس بياخد ثواني وبعد كده يقول لك امكانيات الجهاز بتاعتك ايه او ايه المشكله في ايه، ممكن يكون كل حاجه عندك كويسه ما عدا كارت الشاشه او الرامات فيبدا يقول لك النتيجه بتاعتك ايه. طيب تعالى بقى نقول له مثلا انا عايز اشوف مثال للشغل، دي حاجات جايه مع البرنامج ودي مباني مشهوره، تمام. طيب كل واحده من دول هتلاقي فيها امثله حلوه او حاجات احنا بنحتاجها. طيب هقول له مثلا عايز المبنى دوت، ده مثال يعني اقل حاجه اللي هو يعني معمول بابسط حاجه، يعني مبنى بسيط جدا يعني. في اي حد عنده اي اسئله قبل ما نكمل او على ما يعمل لودنج؟ طيب تمام، شكرا جزيلا. طيب لو انا قربت كده مثلا من هنا من الشكل دوت، تمام، وعايز اخد لقطه فيديو كده، تمام، هتلاقي الموضوع سهل جدا بسيط جدا، يعني ممكن اجي هنا اظبط الكاميرا بتاعتي
خلينا ندخل هنا مثلا ان انا عايز اخد فوتو، تمام اهو، خلينا ناخد لقطة جديدة، دي حاجات موجودة جاهزة. الله يكرمك ان شاء الله. يعني لو دخلنا ابسط حاجة في موقع اسمه جيت انتو جيت جيت اهو دوت الموقع دوت جيت انتو بي سي وتكتب ليوميون ليومن ليومن اهوت، بيبدأ يجيب لك الاصدار العاشر، تمام. طيب هنا انا هاجي هنا اقول له انا عايز اخد مشهد جديد، مجرد ان انا هدوس هنا هيبدأ يشغل لي موضوع الكاميرا وفي مؤثرات حلوه قوي. طيب ابسط حاجه اللي هي هوريزونتال اي ليفل، بقول له ظبط لي الهوريزونتال اي ليفل وبتدي له الارتفاعات اللي انت عايزها. سي اي ليفل يعني المكان اللي انت واقف فيه عينيك وانت باصص فين، تمام. بعدين العدسه ديت بتبدا تقرب وتبعد، يعني انت واقف بعيد خالص بس انت قدرت تعمل زوم على الجزء دوت، فدي بتبقى حاجه كويسه جدا. حسب المكان اللي انت واقف فيه تقدر تقول له انا عايز ازود العدسه بتاعتي، تمام، بحيث ان انت تقرب جامد جدا من الحاجه اللي انت عايزها، ودي بتعمل بيها مؤثرات كويسه جدا يعني. طيب ممكن تلاقي بقى هنا بقى ايه كاستم ستايل، تقدر تختار مثلا انا عايز حاجه رياليستيك، فيبدا يظبط لك الاعدادات دي كلها بتاعت الاناره والشمس والريفليكشن والسكاي لايت والشادو، كل الحاجات دي بتظبط مره واحده. طيب ممكن اقول له لا ده انا عايزها مثلا داي تايم، يبدا يظبطها لك برضه، تمام، تلاقي المشهد اختلف. طيب انا عايزها بالليل نايت، يبدا يظبط كل الحاجات الاعدادات بحيث انها تبقى مناسبه بالليل بالشكل دوت، وانت بقى تبدا تحط الاناره بتاعتك والاناره تقدر تتحكم فيها بحيث ان لونها يختلف وهكذا. مشكله الامبورت في الزيرو زيرو هي هتبقى نقطه اللي انت بتنزل منها بعيده شويه، فانت تقدر تتحرك لحد ما توصل للشكل بتاعك وتشتغل عليه عادي، تمام، او تظبطها بقى من المصدر الرئيسي بتاعك وانت بتصدر الشغل. من نايت هنا ممكن تقول له لا ده انا عايز مثلا حاجه مثلا داون كده زي الفجر هي كده، هيبدا يظبطها لك بالشكل دوت، حاجه جميله جدا. طيب ممكن تقول له انا عايز مثلا اخد لقطه كمان مثلا بعد ما تبعد شويه، تاخد شوية صور جميلة جدا اهو، أو كنترول 6 تقدر تحط الصورة بتاعتك. طيب ممكن بقى نقول له إحنا عايزين كل واحدة من دول طبعا ليها المؤثرات بتاعتها. طيب لو أنا عايز ألغي واحدة فيهم بتلاقي علامة الريسايكل بين تقدر تدوس عليها يلغي لك الصورة، تمام. طيب ممكن أجي هنا أختار بقى مشهد كده معين وأقول له أنا عايز ستور كاميرا. طيب ممكن تيجي تقول له انا عايز انسخ مؤثرات من هنا لهنا، فتعلم مثلا على واحده يكون فيها مؤثرات عجباك مثلا، تمام، وتيجي هنا وتلاقي عندك حاجه اسمها ايديت، فتقدر تقول له كوبي افكت كل المؤثرات اللي موجوده هنا انا مش هقدر اشوفهم واحده واحده، عايزهم في الصوره الجديده اللي انا عايزها، فبنسخ التنسيق من مكان لمكان، تمام. خلينا نروح للصوره. هي مفيش اي مؤثرات هنا، هاجي هنا واقول له من المنيو هنا انا عايز اديت، ومن الاديت هقول له انا عايز اعمل بيست للمؤثرات، جو افكت كلير افكت بيست افكت، تمام. فهيبدا ياخد المؤثرات اللي احنا خدناها كوبي ويبدا ينسخها عندي هنا. طيب هو ممكن يكون ما خدش المؤثرات، اديت كوبي افكت. هو تقريبا ما نسخهاش لسه. كوبي افكت اديت لسه افكت، فبدأ ينسخ لكل المؤثرات اللي كانت موجودة هنا، وكل المؤثرات دي هنبدأ نشوفها مع بعض او نشوف اهمها بحيث نتحكم فيها. او تقدر تحط خلفية صورة حقيقية للموقع وكل اللي انت عايزه، تمام. طيب تعالى مثلا الصورة هنا، تمام، نهيت، خلينا نخرج بره كده شوية. طيب لو انا خدت الصورة وغيرت مكاني او غيرت حاجة وعايز اخد تاني اقول له ايه ستور كاميرا صور لي صورة تانية،
طيب الصورة التانية تقدر بقى تلاقي مؤثرات كتيرة تقدر تاخدهم. طيب ممكن اجي هنا اقول له اد افكت، هتلاقي عادة بتبقى كده اللي هم دول بس، تمام. ممكن تقول له شو اول فيبدأ يجيبهم لك بالشكل دوت. ممكن تقول له مثلا عايز اعمل دراسة للشمس وهكذا، هنشوفهم مع بعض بس هنشوفهم في الفيديو. هي نفس المؤثرات، مفيش اي اختلاف خالص. ده بالنسبة للصور. طيب لو انا دوست هنا بيقول لي بقى انت عايز تعمل ريندر للصور دي كلها، فممكن تيجي هنا وتبدا تعلم على الصور اللي انت عايزها. طب لو في صوره انت عملت لها وصدرتها ومش عايزها، بتبدا تدوس تشيلهم تحطهم تاني، تقدر تديهم اسامي. هنا لو صوره واحده، هنا لو الصور كلها، هنا اديشنال اوتبوت. ممكن تقول له انا عايز اسيفها على ليرات، سيف ديبس ماب، او عايز سيف في النورمال ماب، او عايز سيف الريفلكشن، عايز سيف اللايتنج ماب. ده كل واحد فيهم تسيف على اللاير لوحديها، سكاي الفا ماب، ماتيريال ماب، وهكذا. طيب انت عايز تسيفها بقى بأني حاجه؟ ممكن تسيفها ب 1280 في 720، ولا 1720 في 1000، ولا عايز تسيفها كبرنت او كبوستر. هي كلها مجرد بس ايه، المساحه بتزيد والجوده بتزيد، بحيث مثلا لما هطبعها على ورقه غير لما هطبعها متر في متر، غير لما هطبعها على يعني سطح بنايه، حاجات زي كده وهكذا. فتبدا تختار اني واحده من دول اللي انت عايز تسيف عليها. طيب خلينا نسيف صوره، تمام. نقول له مثلا كايميل مثلا عشان ما ياخدش وقت، وتبدا تدي له الامتداد اللي انت عايزه، عايز جي بي جي، عايز بي ام بي، عايز بي ان جي، دي جي اي، وهكذا. فتبدا تختار الحاجه اللي انت عايز تعملها. طيب بعد كده ممكن تقول له انا عايز موفي. الموفي بيفرق حاجه بسيطه عن الصوره، وهو على الاقل يبقى معاك صورتين. يعني خلينا نعمل موفي جديد اهوت. عندي 3 اختيارات، لا اما ريكورد، تمام. ريكورد معناها ايه؟ هتسجل اللقطتين وهنشوفها مع بعض صوره، او تدخل موفي. بمعنى انت كل انت ممكن انت عشان تعمل شغل حلو في اليومن، او بتعمل مثلا ووك ثرو للمبنى، فبتاخد على كذا لقطه، كذا شوت، ما بتاخدهمش كلهم مره واحده، تمام. فهنا هسجل الريكورد، وبعد كده هعمل ايمج، وبعد كده هعمل فيديو. خلينا اول حاجه نسجل ريكورد، ان انا هقول له مثلا اهي اول لقطه، تمام، اهي، وضفت اللقطه كمان، ما عملش اكتر من كده، وقلت له المده 3 ثواني، تمام، اهي. ولما تيجي تشغل الفيديو مش هتحس حاجه خالص، تحس بس ان السحاب بيتحرك حركه بسيطه، والشجر بيتحرك حركه بسيطه، ونقدر نتحكم في الحركه دي ونخليها واضحه، تمام. طيب لا، ده انا عايز اعمل حركه بالكاميرا، عايز اعمل شغل حلو، خلاص حرك، اتحرك، اعمل بالزر الايمن، ابدا اتحرك وحرك الشغل بتاعك. خلينا نقف كده عشان يقدر يتحرك معانا اهو. وبعد ما اتحرك اهو، انا اتحركت اهو شويه ولفيت بالكاميرا، اول ما بدات تدوس باليمين بيعمل لي خطوط عشان تسهل عليا، واخد لقطه كمان وابدا اتحرك شويه كمان، واخد صوره، تمام. طيب ممكن تقف في مكانك ومجرد بس ان انت تحرك الكاميرا اهي. طيب خلينا نلغي اللي في الاول خالص اللي هي ديت، اقف عليها وادوس ديليت كاميرا، وخلينا نبص كده. هيبدأ يعمل لك الحركة، وهتاخد تقريبا 8 ثواني. طيب انا هقول له بقى موافق، بص بقى هيعمل الحركة بتاعت الزوم اهيت. اوكي. طيب خلينا نضيف مؤثر اد افكت، هتلاقي حاجات خاصه بالصن زي ديت. طب ما انا عندي صن موجود اصلا في البرنامج، بس هنا بيديني امكانيات اكتر، اتحكم في الصن هاي، في الصن هيدنج. طيب هوقف بس كده. الصن هاي تقدر تتحكم فيها، الصن هيدنج اهي، البريتنس بتاعتها كده بقت غامقه خالص كده، لا الشمس حاميه قوي، تمام. القرص بتاع الشمس برضو شكله يكبر ويصغر معاك، فدي اعدادات خاصه بالشمس، اعدادات اضافيه غير اللي احنا متعودين عليها. طيب ممكن اقول له اد افكت،
بقول له انا عايز الاشعه نفسها نبدا تظهر معايا، يبدا يديك مؤثرات كده للصن. خلينا ناخد مثلا حاجه زي كده، لو مثلا زي كده اهي. طيب انا عايز الغي مثلا الحاجات ديت، تقدر تقف على كل واحده وهتلاقي علامه الغاء اهي. بيبدأ يلغيهم او تدوس على العين ديت فيعمل ديسيبل ليها. طيب خلي بالك هنا لما تقف هنا بيبدأ يديك معلومات عن كم فريم في الثانية والشغل بتاعك قد ايه والحاجات دي كلها. فاحنا من خلال الليرات بنقدر نتحكم في ايه اللي يظهر معايا، لما بحس ان انا اقلل الاهلاك للجهاز. تمام، تعالى هنا نلغي الحاجات دي كلها. خلينا خلينا اقول له ان انا عايز صوره عشان نشوف موضوع الشمس دوت. طبعا في حاجات تبقى حلوه قوي في هنا، انا عايز بس ايه اتحرك مثلا اشوف كده في الشمس اهو. عندي هنا مؤثر للضباب زي ما احنا شايفين، في مؤثر تاني خلينا اطلع برضه فيه. انا دوست كيو عشان اطلع من فوق الشجر شويه، لان احنا عايزين نركز على موضوع الشمس. والسحب والحاجات دي. طيب هاجي هنا اد افكت واقول له مثلا انا عايز اضيف الشمس. تمام، هتبدا تتحكم بقى في السن هاي الارتفاع بتاعها، السن هيدنج اهي. تقدر تقول له البريتنس، يعني ممكن تكون الشمس مختفيه ورا السحب. طيب ممكن نيجي هنا نقول له انا عايز الاشعه بتاعت الشمس اتحكم فيها، فتقدر تزود فيها وتقلل اللينس وتزود فيها اهيت، بحيث ان انت تدي مؤثر للاشعه. في بعض المؤثرات بيشتغلوا مع بعض، وفي بعض المؤثرات بتلاقي فيه مشكله. في السان ستادي اللي احنا قلنا بقى دراسه لموضوع الشمس، بتحدد انت عايز الدراسه دي تبقى الساعه كام. تمام، بحيث ان انت تعمل فيديو. خلينا نخش للفيديو افضل. تمام، طيب خلينا ناخد مثلا حاجة زي كده، أو خلينا هنا أهو بس هلغي المؤثر دوت. طيب ممكن نعمل ديسيبل للحاجات ديت. طيب ممكن اجي هنا بقى اقول له ايه اد افكت، وخلينا نركز مثلا على السان ستادي. تمام، يعني بيبدا بقى يقول لي انت عايزها من الساعه كام للساعه كام، الدقيقه قد ايه، الدي، يبدا يدرس لك الدي. طب يقدر يدرس لك المانث، الير. بس في نقطه كده خلينا نفكر مع بعض. لا مش هو ده اللي انا عايزه، ده انا عايز في اول هنا تبقى الساعه كذا وهنا تبقى الساعه كذا. انا مش عايزها متوحده ان كلها ساعه واحده او كلها ساعه اتنين. طب اعمل ايه في حاجه زي كده؟ طيب بص، انا هاجي هنا في الاول خالص، والحيله دي هتعملها في كل الفيديوهات بعد كده. تمام، ان انت لسه هو ما شغلتش الفيديو او جاز بس تقل شويه. طيب هاجي هنا، شايفين المؤشر دوت كرييت كي فريم، هيعمل لي كي فريم هنا. تمام، احرك بقى شويه وراح قايل له ايه، وقف اعمل لي كي فريم تاني. تمام اهو، وابدا احرك الساعه مثلا شويه. طيب هعمل بقى كي فريم كمان، احرك برضو الفيديو
اوقف واضيف كي فريم كمان. انا قلت له وقف منتظر ان هو يقف. تمام، هقول له ضيف لي كي فريم كمان واغير. طبعا عندي سهم ده بيخليني اروح للكي فريم اللي بعديه واللي قبليه وهكذا. تمام، طيب ممكن اقول له لا ده انا عايز بقى كي فريم كمان هنا. شايف هو بيبدا يقسم لي الاجزاء، واقول له بقى ايه اديني كي فريم كمان هنا، واروح مزود الاور خليناها بالليل. وممكن بقى تيجي هنا وتضيف كي فريم. تمام، خلينا بقى نشوف الفيديو هيبقى طالع ازاي. بالنهار خالص اهوت، وبعد كده يبدا الوقت يتغير لحد ما يوصل ل بالليل خالص. ده مؤثر لما بنعمله بالبرامج التانية، بياخد ساعات كتيرة جدا. تمام، هنا لا بيبقى الموضوع اسهل بكتير. ماشي، ممكن تيجي هنا في الافكت هنا، خلينا نعمل لقطة تانية. هتلاقي حاجات خاصة مثلا بالويزر فوق مثلا بيعمل ضباب. تمام، تقدر تتحكم بقى في الضباب، تقول له انا عايز كمية الضباب اللي موجودة. خلونا ناخد لقطة تانية على اساس ما يختلطش الشمس مع الضباب. طيب هنا المشهد ده كويس، شوفوا انا عايز مشهد تاني ما يكونش فيه اي مؤثرات. هاجي هنا مثلا في رقم 10. تمام، احنا قلنا ريكورد هنبدا نسجل. هنا امبورت فروم فايل، بتبدا تسجل تدخل الفيديو الصوره. تمام، اهو تختار مثلا صوره كده وتدخل معاك اهيت، فتبدا تحط الصوره دي في وسط الفيديوهات. تمام، وتقدر تدخل فيديو. تمام، طيب خلينا نقول له ريكورد دي التابلت بتاعنا. هاخد لقطه كده، وتقدر تمشي بالكاميرا وتاخد لقطه ثانيه، بس انا ايه مش تركيزي على الكاميرا، انا تركيزي على ان انا اعمل حاجه. تمام، طيب اقول له اوكي، واجي نشوف المؤثرات اللي هنا. المؤثرات كنز، فيها حاجات حلوه جدا. تمام، تقدر تقول له مثلا انا عايز احط مثلا حاجات خاصه بالضباب، فتقدر تتحكم بقى في الضباب قد ايه. تمام، وخلي بالك انت عندك ديت ما تنساهاش، يعني ممكن تيجي هنا في اول اليوم تقول له انا عايز هنا كي فريم والضباب بسيط خالص، وبعد كده تحرك شويه طيب انا عايز ادخل هنا مثلا في الاخر، واقول له انا عايز اعمل ضباب، الضباب القاتل ده قاتل، دي اسم الروايه بتاعت نبيل فاروق رقم 49 رجل المستقبل، الرجل المستحيل. طيب هاجي هنا اعملها ضباب على الاخر، لا خلينا نخفف شويه ضباب. طيب هقول له بقى اتحرك، بدأ الضباب هو ينتشر. طيب ممكن اقول له انا عايز اعمل هنا نقدر نزود الفوق فالاوف هنا اللي هي اللي ورا. ممكن تقول له انا عايز البريتنس الضباب ده يكون خفيف او تقيل زي ما انت عايز. تمام، ممكن تغير اللون بتاعه، ممكن تتحكم في البريتنس بتاعت اللوحة كلها. تمام، انا عامل ضباب كده ازرق. تمام، فدي بالنسبة للضباب مؤثرات جميلة جدا وبتتحرك معاك فيديو. الرياح بقى تقدر تضيف الرياح للمشهد بتاعك.
لو حبيت ترجع هتدوس على السهم ده عشان ترجع. طيب خلينا نشوف بقى المطره. المطره جميله جدا، تمام. بيقول لك اول حاجه انت عايز مطره ولا عايز تلج؟ يعني لو انا حركت كده للاخر هتلاقي خلاص كده انت بقيت في السكيم وتلج والحاجات دي كلها، تمام. طيب انت عايز الفيس بتاعها، تمام، ممكن تبدا تحرك كده. طيب انا عايز، لا يبقى في، انا بتكلم على الجزء اللي تحت دوت، يعني لا انا عايز يبقى موجود، فتقرب كده من الزيرو ويبدا يجيب لك في كل حته. طيب انت عايز المطره دي تبقى كتيره ولا قليله ولا زي ما انت عايز، تمام، فتقدر تتحكم في الكميه بتاعتها. طيب السايز بتاعت الحبات اللي نازله، بص بقت عامله ازاي. طيب انت لو شفت في الفيديو هتلاقيها بتنزل بشكل جميل جدا اهيت، تمام، وتقدر تتحكم في ال، خلينا ارجع هنا واقول له انا الفوق مش عايزه ولا الرياح عايزها، وتقدر من الاسهم دي تخلي واحد فيهم فوق التاني او هو اللي مغطي عليه، حاجه زي كده. ممكن تقول له انا عايز مثلا، خلينا مثلا في السايز في اول المشهد خالص وقف، انا عايز هنا، عايز هنا يبقى السايز بتاعه صغير خالص. طيب وفي الاخر خالص انا عايز بقى اتحكم في السايز بتاعه يبقى مش حجم دوت، تمام. فهنيجي بقى نشوف تلاقي لسه ما فيش حاجة خالص، وفرحانين بقى الجو شكله حلو النهاردة والأرصاد هتكون صادقة، تلاقي بقى المصيبة السوداء، تمام. وناحية الأشجار عايز يبقى موجود بشكل قوي ولا لأ؟ بص الأشجار إيه؟ اتركزت عليه. ممكن نقول إن الناس كويسة والأمطار رغم إنها شديدة عشان ليها رين، تمام، بس إحنا في الأرضية إحنا مش عايزين حاجة في الأرض، معنى كده إن مواسير الصرف الصحي شغالة كويس، تمام. أه كده في مطرة بس ما بتنزلش، أو يعني أول ما بتنزل الصرف بص شكل المطر جميل جدا. طيب عايز تضيف شوية فوق شوية ضباب ببلاش، يلا ضيف، مش لازم تحط المؤثر التاني. فزي ما انت شايف المؤثرات بتدي حيوية للبرنامج زي ما انت عايز. طيب خلينا نضيف افكت تاني، مثلا عندك السكاي، كل الحاجات دي خاصة بقى بالسكاي، ممكن تقول له ريل سكاي اللي هي كانت موجودة بره، بس هنا بيديك بقى إمكانية إن أنت تتحكم في الهيدنج بتاعتها والبريتنس والاوفر اول بريتنس للوحه كلها، وتعكس السما زي ما انت عايز وهكذا. فبيديك بعض الامكانيات الظريفه جدا في التحكم اكتر في السكاي. برضو القمر برضو. طيب لو احنا دخلنا في الاوبجكت هتلاقي في حاجه خاصه بالميه، في حاجه خاصه باللاير فيزيبيليتي، الكاميرا ده مثلا مؤثر بيديني يعني احساس ان اللي بيصور الكاميرا بتهز في ايديه. خلونا ناخد مشهد جديد عشان نفهم برضو الفكره بتاعتها. طيب انا مثلا هفترض تمام ان انا واقف هنا مثلا وخدت صورة مثلا اهي، تمام، ومشيت شوية خدت صورة كمان ومشيت شوية كده ناحيتي، أو خلينا ندخل جوه المبنى نطلع سنة صغيرة كأن في سلالم، خدنا صورة كمان. طبعا وانت بتعمل الكاميرا بتحاول ان انت ما تخبطش في حاجة، يعني ما تحسش ان انت بتعدي في قلب الحيطه عادي، يعني شبح وكده، تمام. خدت صوره كده، تمام. طيب نقول له اوكي، واجي هنا اقول له ان انا عايز اضيف مؤثر ان الكاميرا بتتهز في ايديا. طبعا الكاميرات الحديثه بتتجنب الموضوع دوت، بس انت ممكن تبص لما انت تتحرك كده، انا مخليها زيرو فمفيش اي حركه خالص، تمام. لما تيجي تحرك بالكاميرا انت بتتحرك بدون اي مشاكل خالص. لو انت بقى جيت هنا واضفت الهزه اللي هي سناك ستريتش ديت، هتلاقي ان في كان في مثلا ناس بتزقك في الفرح كده وكل واحد بيهز ايديك شويه، تمام. فده مؤثر يعني ايه
تقدر تقلل فيه بحيث ان هو يبقى بشكل معقول، وعندك دي تقدر تحكم كي فريم بحيث ان في اول الفيديو يكون مثلا بشكل قوي، في نص الفيديو تقدر تتحكم فيها اكتر. ممكن تتجنب الموضوع ده خالص، يعني تقول لا مش انا مش عايز المؤثر ده نهائي، انا عايزها زيرو، انا مش الكاميرا مش عايزها تتهز، بس في مؤثر انا عايزه ان الفيلم ده قديم مثلا، انا مثلا عامل مدينه قديمه مثلا حاجه من ايام مثلا الفراعنه او كده او القدماء المصريين، وعايز اقول لهم ان هي متصوره بكاميرا قديمه من ايام الفراعنه، تمام؟ فهبدا اضيف لهم مثلا ايه، الكاميرا محروقه مثلا من جنب، تقدر تتحكم في ال في في ان الفيديو ده تحس كده ان هو فيه قديم كده، انا خليته كأنه هو محروق مثلا، ممكن اقللها شوية. دي مؤثر برضو، لو انت مفروض الكاميرا بتلف معاك بس عشان تعملها مظبوط، خليها تقف مثلا عند الزيرو. ايوه تقف عند الزيرو، الزيرو معناه ان كده الكاميرا معاك مظبوطه، تمام؟ طيب ممكن بقى تقول له ايه، ان في اول فيديو اول ثانيه دي هنخليها مظبوطه خالص، تمام؟ هقول له اظبطها لي. طيب بعد كده في اخر الفيديو، لا بلاش اخر الفيديو، خليها في نص الفيديو، تمام؟ نص الفيديو هقول له ايه، ضيف لي الكي فريم تاني وخلي كأن مثلا ايه الكاميرا اتعملت معايا من الحياة بتاعت ألفريد هيتشكوك أو في الإخراج السينمائي أو كده يعني، تمام؟ ممكن تلفها تاني الناحية التانية بس مش بلاش بالزاوية العميقة دي، تمام؟ بعد كده تيجي في الكي فريم هنا وتبدأ بقى تقول له إيه، ضيف لي الكي فريم تاني معكوس، حاجات زي كده. طيب ممكن تزود الفوكال لينس زي ما أنت عايز، تقرب وتبعد لو أنت حابب. فتعال نشوف بقى الفيديو ده هيبقى عامل إزاي. ايه الكاميرا كانت مستقيمه الاول وبدات تلف معايا الناحيه دي وبدات تلف معايا الناحيه دي، ففي شغل حلو. طيب انا مش عارف الناس عايزه تكمل ولا تتفرج على الماتش، اعتقد الماتش اهم، تمام؟ ف لو انتم ملحدين كرويا ومالكوش في كوره زي حالاتي ماشي، لو مهتمين ممكن نقف لحد كده، فايه رايكم؟ الأفضل نوقف. طيب خلاص يعني خلينا نوقف لحد كده، تمام؟ وإن شاء الله تكملة الحاجات هحاول أحطها على قناة بيم أريبيا، أسجلها إن شاء الله وأرفعها على قناة بيم أريبيا بحيث يبقى فيه الرابط موجود، تمام؟ وإن شاء الله رابط حضور. أيوه ما هنوقف عشان الماتش، ولو واحد بس قال هنوقف خلاص. حاضر يا أستاذ، هنوقف دلوقتي، تمام؟ باشمهندس محمد بس نزل الرابط عشان تلحق تتفرج على الماتش. انا ما يعني في حياتي الحمد لله ما شفتش ولا ماتش كوره في حياتي، ولا افهم حاجه في الكوره، ولا اعرف ولا لعيب، لا في الاهلي ولا في الزمالك ولا في المنتخب، تمام؟ انا ان شاء الله هحاول اكمل شرح البرنامج دوت، وان شاء الله قريب هتبقى في محاضره للتوين موشن لان هو قوي جدا، ومحاضره للانسكيب نبدا نشوف المزايا اللي فيهم، ونشوف انا لو اي حد عنده اسئله. انا ان شاء الله هحاول اعمل كذا محاضره في البرنامج في اليوم، وابدا ابعتها للناس باذن الله، تمام؟ يعني ان شاء الله اللي هيجاوب على السبيان او هيعمل السبيان هحط له على الايميل عشان ما اضايقش بقيه الناس. التكمله ان احنا بنشوف بس المؤثرات، يعني عندنا مثلا من ضمن المؤثرات اللي هي القويه جدا مثلا في الانيميشن موضوع الحركه، ان انا اعلم على الشخص واخليه يتحرك او اعمل له ماس موف. ماس موف يعني بعمل له مسار واي حاجه بتيجي في طريقه بيبدا هو يتحرك فيها، تمام؟ سكاي دروب، سكاي دروب دي من الحاجات الجميله جدا، ان انا ممكن اعلم بس دي اعلم مثلا على بعض الاشكال، تمام؟ واخليها تبدا تعمل لها دروب من السماء بحيث انها تبدا تظهر. ففي حيل كتيره وحاجات كويسه جدا، بس عشان بس وقت الناس وهسجل لكم فيديوهات صغيره بحيث ان تبقى المعلومه وصلت وما بقاش في حاجه ناقصه باذن الله في البرنامج، تمام؟ وهتلاقوا القناه بمقربي ان شاء الله الشروحات كلها حيل بحيث ان تقدروا تعملوا اشكال مثلا بلو برنت مثلا، تمام؟
اهو بلو برنت يعني كأن حاجه بترسم معاك ايه بالقلم الرصاص والحاجات ديت، بيبقى شكلها ظريف تمام زي حاجه بالشكل ده. طبعا دي بنتحكم فيها يعني، بنديها وقت في الاول تبقى بيضه خالص، وبعد كده تبدا لحد ما توصل للمستوى دوت. يعني خلينا مثلا ايه نيجي هنا، دي تيجي هنا في الزيرو، واقول له ايه بلو برنت، واجي في الاخر خالص واقول له اعمل لي كي فريم، واروح مزوده بالشكل دوت بحيث في الاول الابيض خالص، وبعد كده بتبدا بقى تظهر الخطوط، بعد كده بيظهر التلوين. هي الريال كونتكست تصميم في يعني بالاحداثيات الحقيقيه، انت بتعمل كل شغلك على البرنامج زي اركيكاد وريفيت وتبدا تنزله في قلب البرنامج، وبنحدد نقطه معينه كلهم بيتجمعوا فيها بحيث ما يبقاش في حاجه تمشي. انا المصر ده بحبه، او اللي هو البلو برنت دوت، في حاجات بتديك مؤثرات ظريفه طب بتاخد وقت كتير قوي على ما حد يعملها، انما هنا بتتعمل بشكل حلو، ممكن تخليها على شكل كرتون وهكذا، ممكن تعمل المؤثر اللي هو بينتنج او ووتر كلر او فيد ان او اوت وهكذا، فتلاقي حاجات كتير كويسه. انا اسف الماتش بدا، ف ان شاء الله يعني فريقك يفوز ايا كان فريقك، ما عنديش اي مشكله، ربنا يسعدكم جميعا يعني، الاثنين مصريين والاثنين نتمنى لهم الخير باذن الله. جزاكم الله السلام خير يا عليكم. باشمهندس. ألف شكر يا أستاذ. الله الله يكرمك. يخليك يا باشمهندس عمر، شكرا جزيلا، الله يكرمك أستاذ. والله استمتعنا، وان شاء الله نستكمل باذن الله في محاضرات قادمه باذن الله. إن شاء الله يا أستاذ، تحت أمرك أستاذ. الله يكرمك. حد عنده اي سؤال للمهندس عمر، يحب يعمل مداخله مباشره او اي حاجه قبل ما نختم المحاضره؟ عمر احنا نزلنا الرابط بتاع الحضور، اتمنى حضراتكم تملوه قبل ما حد يخرج من القاعه، ولو حد عنده سؤال اخير تحت امركم. بإذن الله المحاضرة متسجلة وهتترفع على قناة بيم أريبيا على اليوتيوب بإذن الله، وهي لايف على الفيسبوك أيضا على قناة بيم أريبيا إن شاء الله. شكرا جزيلا باشمهندس عمر، ونلقاكم على خير بإذن الله، ونلقاكم جميعا على خير بإذن الله تعالى. السلام عليكم.